بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، تحت العنوان Editing Web Objects، بعد ما أدرجنا الويب أوبجكت من قائمة Insert، عملنا ويب أوبجكت، بعمل Selection بلاقي في الريبون من فوق ويب أوبجكتس وفي الأوبشنز. البريفيو بتحاول تعمل لي بريفيو معينة للمشهد، الأوبن بتحاول تفتحه لي ملف مستقل، Edit بكليك يمين بتديني Edit Web Objects Exactly. كما بضغط كليك يمين وأقول له بريفيو، أو بضغط كليك يمين بقول له ويب أوبجكتس أنا عايز أعمل Edit أور Open، الاثنين دولت هم او الثلاث دوت كنترولز. طيب الديسبلاي هل تتعرض اوتوماتيكالي ولا لما انا نضغط عليها اور شو في براوزر وين وانا اني سلايد اكزاكتلي؟ بالظبط لما كاني بعمل كليك يمين واقول له والله يا جماعه اوبجكتس اديت، بقول له طيب انت تتفتح في ان سلايد ولا في براوزر ويندو بتاعت المشهد. الكنترولز يا جماعه ديفولتس ولا ما احطش براوزر كنترول خالص، السايز حجمها حجمه ديفولت ولا فول سكرين ولا كاستوم، على حسب طبعا. وطبعا دول الالاينمنت والمحاذاه، ودول خاصين بالسايز، والاخير معاه ببلش التولز العاديه اللي موجودين في بقيه الاوبجكتس اللي احنا بندرجها جوه مكتبه البرنامج. الامر مشابه لاي اوبجكت تاني يا جماعه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.